السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا واحد الحلوى كنا نحضروها بزاف بكري، تجي حلوى جافة بالمعجون ولا ميرانغ. هذا الكاطو سهل التحضير ويقطع كمية كبيرة ويجي بنين بزاف. وما تنسوش اخواتي، اذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق تحت هذا الفيديو. والان سنمر مباشرة الى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة لمكونات العجينة سنحتاج إلى 150 مللتر زيت ما يعادل 3/4 كوب، نحتاج إلى نصف كوب تاع السكر ما يعادل 125 غرام، الكوب الذي يزن 250 مللتر تاع ماء. هنايا عندي 3 بيض. نحتاج أيضا إلى النشا أو المايزينا 50 غرام ولا نصف كوب. نحتاج إلى سكر فانيلا كيس ونصف كيس ولا 15 غرام. نفس الشيء بالنسبة لخميرة الحلوى، كيس ونصف كيس ولا 15 غرام. نحتاج أيضا إلى قشور الليمون وقرصة نتاع ملح. وغادي نحتاج أيضا إلى الفارينة ولا الدقيق الأبيض يكون مغربل باش نجمعوا العجينة. نفس طريقة التحضير اللي متعودتكم عليها، غادي هنايا في الإناء نوضعوا البيض، القرصة نتاع الملح، سكر فانيلا والسكر. غادي نخلطوهم جيدا بالضراب الكهربائي ولا فقط بواسطة ان فوي ولا العجلة كان عندكم حاضر. نخلطوهم جيدا حتى هذاك السكر يذوب ونتحصلوا على خليط يكون كريمي. هذا الخليط هو اللي يعطي هشاشة للكاطو. هنايا بعد ما تحصلت على الخليط كريمي غادي نضيفوا الزيت ونخلطوا مليح. غير نشوفوا الزيت اندمج مع المكونات، نحبسوا من الخلط وتقدروا تكملوا بواسطة ملعقة تاع خشب ولا انفوي. احنا نحتاجو فقط هذاك الخليط يكون كريمي. هنايا غادي نكمل باليد، غادي نوضعو كمية تاع فارينة قد كوب بالتقريب، نزيدو فوقها المايزينا او النشا، ونزيدو ايضا خميرة الحلوى. ونسيت ما وضعتش قشور الليمون في الاول، تقدروا توضعوه في هذه المرحلة. نخلطو مليح هاد المكونات حتى يتجانس الخليط، من بعد نقعدوا نضيفوا في الفارينه ونجمعوا العجينه. الكميه نتاع الفارينه انايا ما وزنتهاش، لكن في الاخير لازم تكون عندكم عجينه طريه ماشي يابسه وماشي تتلاصق. يعني في هذه الوصفه لازم تكون ما تتلاصقش، باش هكاك من بعد كي تخبزوها في السنيوه تخبز لكم بكل سهوله، يعني ما تقعدش تغبن فيكم. هذا هو القوام نتاعها اللي لازم نتحصلوا عليه. الان غادي ناخذ بلاطو، المقياس نتاعها هذا 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. تحصلت على كاطو ارتفاع نتاعها بالتقريب 2 سنتيمتر. الا بغيتوا الارتفاع يكون كبير ما عليكم الا تصغروا المقياس تاع البلاطو، تستعملوا بلاطو على سبيل المثال المقياس تاعه 30 على 30. الان غادي نطيبوها فقط 10 دقائق على درجه حراره العاديه، لاننا من بعد غادي نعاودوا ندخلوها للفرن بلا ميرانغ، لكن الحراره غادي تكون منخفضه، لذلك انا نفضل نطيبها شويه من بعد هنايا نخليها حتى تبرد مليح، وغادي نطليها بالمربى تاع المشماش ونخليها على جهه. بالنسبه لا ميرانغ اللي غادي نستعملوها، هنا عندي 100 غرام نتاع بياض بيض ما يعادل 3 بياض بيض. غادي نضيفوا له بالتقريب 200 غرام سكر، يعني السكر دائما في لي ميرانغ بالتقريب يكون ضعف نتاع كميه نتاع بياض البيض. نحتاج سكر فانيلا وقرصه نتاع ملح. هنايا في الاناء غادي نوضعوا البياض البيض، سكر فانيلا والقرصه نتاع ملح، غادي نخفقوهم قليلا، من بعد نضيفوا السكر بالتدريج ونزيدوا نخفقوا حتى نتحصلوا على الميرانغ. هذه الطريقه الاولى. تقدروا تستعملوا الطريقه الثانيه، انا كثيرا نستعملها لكن اليوم فضلت هذه اللي باش تجيكم سهله. يعني نوضع جميع المكونات في البول ومن بعد نوضعهم في حمام مائي ونقعد نحرك حتى نشوف هذاك السكر ذاب والخليط ولا دافي، بعد نخفقوهم هكا يتخفقوا لكم بسرعه وتتحصلوا على ميرانغ تكون متماسكه مليح. هنا في الاخير اضفت قشور نتاع الليمون باش تكون نكهه في هذيك لا ميرانغ. هنا نخلطوا فقط قليلا، غير نشوفوها اندمجت نحبسوا باش هكا لا ميرانغ ما تهبط لكمش. ومن بعد هذه هي لا ميرانغ اللي غادي نوضعوها ونغطوا بها جميع المربى. غادي تشوفوا هنا كيفاش، اما توضعوها في جيب حلواني وتوضعوها هكاك دي غوزاس ومن بعد تطلوهم بلا سباتول، ولا توضعوا مباشره لا ميرانغ نتاعكم كما كنا نديروا بكري، توضعوها هكاك من الفوق من بعد بواسطه لا سباتول غادي نعدلوها جيدا. ومن تعدلوها ما توصلوش هذيك لا سباتول حتى المربى، فقط هذاك من الفوق تقعدوا هكا تمشوا في هذيك لا ميرانغ حتى تغطي لكم مليح المربى. وفي الاخير تقوموا بحركات موجيه باش يكون عندها الشكل شباب بعد الطهي، يعني كيما هكا ذهاب واياب حتى تكملوا جميع الميرانغ. ومن بعد غادي نسخنوا الفرن في هذه المرحله على درجه حراره منخفضه باش هذيك لا ميرانغ تجيكم مقرمشه. لذلك في الاول انا طيبت الكاطو نتاعي، علاه؟ لانه لو كان نديروا خضر في خضر، يعني العجينه خضراء والمربى من بعد لا ميرانغ،
هذاك الكاطو ولا العجينه لازم لها درجه حراره عاديه. لو كنت تستعملوا درجه حراره العاديه لا ميرينغ غادي تتحمر لكم بزاف. لذلك طيبت شويه العجينه ومن بعد الان غادي نخفضوا درجه الحراره الى 120 ولا 110 درجه مئويه، ونخلوا البلاطو داخل الفرن لمده 30 دقيقه. من بعد نطفوا على النار ولا نطفوا على الفرن ونخلوه داخل الفرن حتى يبرد تماما. من بعد شوفوا لا مورينغ تاعكم، الا شفتوها مازالت طريه تقدروا تعاودوا تشعلوا درجه الحراره المنخفضه اللي هي 110 120 وتطفوها وتعاودوا تدخلوا البلاطو تاعكم. انايا ما درتهاش، درتها مره واحده وخليتها بردت من بعد مليح داخل الفرن عاد باش خرجتها. وشوفوا هنايا القوام نتاعها، وماذا بكم لازم تخلوها ترتاح قبل ما تقسموها. انايا قسمتها مباشره. وشوفوا هنايا الكاطو طيبته في الاول وزدت في الثاني مع لا مورينغ، والجهه السفليه راها عاديه يعني ما تخافوش ما غاديش ينحرق لكم. هذا هو القوام نتاعه، يجي هش كثيرا، وهذيك لا مورينغ تعطيها بنه مليحه. هنا فقط ملاحظه، المورينغ اللي استعملتها شفتوا السمك نتاعها جاي فقط واحد 5 ملم، لذلك مده الطهي كانت 30 دقيقه. لكن لا استعملتوا السمك يكون غليظ يعني يكون سميك شويه، غادي مده الطهي تاع لا مورينغ تكون طويله. والملاحظة الثانية المهمة تخص المربى، المربى ما لازمش تكثروا بزاف. نستعملوا المربى في هذه الوصفة باش الميرينغ تلصق لنا مع العجينة، لأنه لو كان ما ديروش مربى غادي من بعد تنحى لكم من العجينة بعد الطهي. علاش ما نكثروش؟ لأنه من بعد لا ميرينغ يطيبوها وتخلوها على جهة غادي تشرب لكم هذيك المربى وتولي لينة، لذلك وضعوا فقط طبقة رقيقة وأيضا ما لازمش تكون سائلة. وصلنا إلى نهاية الوصفة نتاع اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم مع السلامة وإلى وصفة جديدة إن شاء الله.